صباح الخير. صباح النور. لا عم تقوليها هيك بجفا؟ لا ماشي، بعدني واعي. بتشرب قهوة؟ بشرب. على فكرة امبارحة شفت الخزنة مفتوحة بالغلط ولقيت فيها الخاتم تبع آدم. نحن هيك صارت حياتنا صبح ومساء نفس الحديث. أنت ما بتلاقي غريب إنه غراضه معك؟ الموبايل والخاتم ليش بده يكونوا معك يعني؟ بلا غريب، والغريب أكثر إني عم جرب أحميكي فطلع هيدا الشيء عم ينقلب ضدي. تحميني؟ من شو بدك تحميني؟ من شو خايف قيس؟ عم بحميكي من حالك زينة، من هالأوهام يلي براسك. قلت لك حس وعيش بيناتنا، قلت لي ما تكبر الموضوع. الخاتم والموبايل لقيتهم أنا وفارس ببيت آدم بعد ما فل، وأنا ما حبيت فرجيكي يون لحتى ما توصليني لمطرح تخليني خليك. شو؟ أنا رح فل سنة. خدي وقتك، فكري على مهلك، شوفي شو بدك تختاري أو مين بدك تختاري، هيدا حقك. أنا صراحة هيدي العيشة معك ومعه ما بقى تناسبني. رح أرجع على الساعة 8. إذا كنتي هون ساعتها بكون عرفت شو هو قرارك، إذا ما كنتي هون بتكوني قررتي تكوني معه، قصدي مع شبحه. فكري كتير منيح، خدي وقتك، راجعي فيلم تبع حياتك وخبريني شو بدك. وبتمنى عليكي بليز تكوني عادلة. Thank you.